احنا كنا في جامعة الساعة الثانية بالضبط، بدينا نقرب الغداء عشان نتغدي. فجأة نسمع الرصاص، نسمع بالبيت يضربوا علينا من خارج. طبعا رصاص مهول، يعني كأنهم يضربوا على الحوثي، ما هو على نساء وطفل بالبيت وأبوه. يعني إحنا كنا سنتين، أنا وبنت زوجي وابن زوجي وزوجي بالبيت، وهم أمطرونا رصاص، البيت كامل شكشكونا رصاص، هجموا علينا من السقف، هجموا علينا من الدرج، يعني أشتغل وشغل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا 4 أنفار داخل البيت، وهم منهم كتيبة عسكرية كامل خارج. صح إنهم يرتدوا زي المدني، ما أقولكش إنهم يرتدوا زي العسكري، يرتدوا زي المدني، بس منهم كتيبة. ما حد أنقذ الطفل أيهم، أيهم كان خائف. إحنا قلنا أيهم ما بيقتلناش لأنه طفل صغير عمره 10 سنين، قلنا لأنه طفل ما حد بيعتدي عليه. الأب كان يقول لي فين زوجك فين زوجك، طيب إحنا قلنا أكيد بيقتل الأب، إحنا خبينا الأب. أما أيهم قلنا أيهم طفل صغير أكيد ما بيقتلناش، ما لأنه ما توقعناش إنه يقتل الطفل. كان يقول لي يا خالة أنا خائف، يا خالة أنا بيقتلنا. أقول لهم لا ما بيقتلنكش، أنت صغير حبيبي، راح بيقتلنكش، هم يطلبوا أبوك ولا أخوانك، أما أنت جاهز. قلت له خلاص حبيبي اجلس تحت المغسلة، ما حد بيمسكك. وهم فجأة نشوفهم جنبنا وإحنا سنتين نساء عزل، لا في لا رجال يحمي علينا ولا عندنا أي شيء، فين الدولة؟ فجأة يدخل للغرف وشوف أيهم هناك ورفع للآلي، والآلي كان فرخ بيده، فرخ يضرب أيهم بالرجل وبالكبية. خلاص حرام، اتق الله، الابن جاهل، الابن كذا أخته تصيح، أني أصيح ما فيش فائدة. اللي بس لبن سعف الابن، قال والله ما تسعفونه ولا تخربونه خارج. وقع ورشه من رأسه لرجله، طفل صغير، قال والله ما يخرج. أخو قتل أخي، قتل أخو، أخو قتل أخوك، روح اقتل أخو بالشارع. أما غطيف ما لوش أي ذنب، إيش ذنب له إنه أخو قتل أخوك، له خارج. أما أنك تجي تعتدي داخل البيت على نساء وطفل، هذا منكر، تاكل حرمة، نهبوا، سرقوا، حرقوا، شردونا وعملوا كل هذا. وبالأخير ما فيش مدير أمن أدي كلمة ولا اعترض ولا قال أي شيء.